أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إن الجنائز توضع في المسجد قبل صلاة الظهر والعصر، ثم يأتي بعض الإخوان ويصلون عليها مثل صلاة الفريضة. السؤال: هل لهذا أصل؟ صلاة الجنازة معروفة، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، هي مثل صلاة الفريضة، لكنها تحضر عند الصلاة من أجل أن يصلى عليها صلاة الجنازة، إما قبل الصلاة وإما بعد الصلاة. صلاة الجنازة 4 تكبيرات: تكبر الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة، ليس فيها استفتاح، يقرأ الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام، ثم يكبر الثانية، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت فيما ورد، ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمينه تسليمة واحدة. هذه صلاة الجنازة، لا يصلى عليها صلاة الفريضة أو تقدم أمام الناس ويصلوا صلاة الفريضة.